أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين من الجيش الوطني خلال عملية صد تسلل لعناصر من قسد على محور قرية بصلجة في ريف حلب الشرقي. هطولات مطرية غزيرة تشهدها مناطق شمال غرب سوريا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، ما أدى إلى دخول المياه إلى المنازل والمخيمات وعدد من المرافق العامة. الأمن اللبناني يلقي القبض على شخصين من الجنسية السورية بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في مدينة صور اللبنانية، ويضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة. المتظاهرون في محافظة السويداء يزيلون صورة بشار الأسد من على لوحة مؤسسة المياه والصرف الصحي في المدينة. اختطاف طفلين يافعين من قبل قسد بهدف تجنيدهما للقتال في صفوفها بريف حلب الشمالي وفق ما كشفت عنه رابطة المستقلين الكرد السوريين. الشرطة التركية توقف 5 سوريين في ولاية العثمانية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بعد مطاردتهم بسيارة حاولوا الفرار بها، حيث احتجز السائق وشخص آخر بتهمة تهريب المهاجرين.